وكل سنة طيبين. النهاردة 21 مارس عيد الأم، يا سلام. يعني برضو نترحم على علي ومصطفى أمين إن عملوا لنا هذه المناسبة الجميلة جدا، ونذكر بالخير كل مشايخنا اللي قالوا إن عيد الأم احتفال كويس جدا وحاجة جميلة جدا وليس فيه عليه أي غبار. كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى إنكم تكونوا يعني في أسعد حال، وكل أم يا رب يكون ولادها زي ما هي عايزة إن شاء الله. يا ترى بقى لو سألت نفسك مين أحسن أم؟ هي إجابة واحدة، مفيش غير أمي وأمك. أحسن أم في الحياة هي أمي وأمك. قاعد بيتكلم على والدته يحس إن هي أعظم أم. طبعا هي أعظم أم، طبعا هي أعظم أم. ولذلك مرة خدوني في مسابقة كده بين ستات مكافحات وبتاع، وأنا اختار منهم أحسن، ما عرفتش اختار، كلهم كويسين. قلت لهم لا أنا بره الحاجات دي، تقدرش تختار. الأمهات شيء صحيح، يعني مش عايز أقول كلامي بباي خاص بالعلاقات الزوجية ولا بتاع، لكن بتعرف ست اتجوزت وبعدين انفصلت وبدأت حياة جديدة أحلى 100 مرة من اللي كانت موجودة، ونفس الشيء بالنسبة للراجل وهكذا. لكن الأم صحيح هي حين تغيب بتغيب أشياء لا تعود أبدا أبدا. لكن أنا دايما بقول أن أنا كنتش بحب عيد الأم حتى والدتي عايشة. والحقيقة لست من أنصار أغنية فايز أحمد ست الحبايب يا حبيبة، ما بحبها بصراحة، أنا ما بحبهاش. لكن هي حاجات مهمة وجميلة، والاحتفال بالمناسبة مهم جدا، لأن رأيي أن الاحتفال بالأم يجب أن يكون دائما 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 يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ما تونش لحظة. ليه؟ لأنه معروف أن أنت مهما عملت مش بتدي هذه السيدة الجميلة حقها في الرعاية. ولدته كرها وحملته كرها، مش كرها يعني كراهية، يعني في مشقة، يعني تعبت عشان الحكاية ديت. ومش بس كده، تفضل تحب وتحب وتحب، ومهما عمل مهما عمل الابن أو البنت في الأم أو في الحياة، هي دائما تحاول تساعده وتحاول تنقذه وتحاول تعمل وتحاول تعمل. فكل سنة وانتم طيبين، ونرجو ان احنا نحتفل بأمهاتنا الاحتفال اللي يليق بيهم، وكل واحد حسب ظروفه، اللي قادر يعمل واللي مش قادر عنده 100,000 حاجة يقدر يعملها. انا لما كتبت مرة لما تعينت رئيس تحرير، كتبت حاجة افتتاحية المجلة، بقى كان اول رئيس تحرير لازم يكتب في اول عدد افتتاحية، فكتبتها عن امي. قلت انا يعني اختاروني مش لاي سبب غير ان انا كانت امي ست عظيمة جدا، وعملت وعملت وعملت، لا شكرت بقى في ده ولا في ده ولا الكلام ده. قلت امي هي سبب كل حاجة، وامك على فكره سبب كل حاجه فيك، هي اللي بتغرز، وهي اللي بتبني، وهي اللي بتاسس، وهي اللي بتعمل كل حاجه. يعني لامهاتنا كل الدعوات بالصحه والسعاده والوفاء الكبير من ابنائهم. واي حد بنسمع عن حكايات مؤلمه، اي حد يخصي خاصم، اي حد يعمل ده، شيء مش قبيح. ده ألم في صدرك مش هيروح ابدا، مهما فكر نفسك انت الوقت ان انت يعني مش هتصالحها ومش هتعمل. اوعى تفتكر ان ده، مش هقول لك ان ده يتعوض فيك ولا حاجه، لا مش بحب الحكايه دي، لكن اوعى تفتكر ان انت مش هتحس بهذا الالم في يوم من الايام، ان انت زعلت والدتك او اغضبتها او عملت حاجه دون رغبتها وفيها قسوه عليها وفيها اذيه ليها. طيب مش هنقعد ندي دروس، لكن هنقعد نقول خلي بالك من امك، لانه هي كائن، هي العمود الفقري اللي بيسند الانسان في حياته. وقلت لحضراتكم كمان حاجه اظن انها يعني ملفته، انه كل انسان ودع امه ما يفتكرش انها خلاص مشيت. الام موجوده بافكارها وبالتربيه، كل تصرف تعمله بعد ما تكون والدتك، يعني ربنا يخلي امهاتكم جميعا، قد غدرت، لازم تحطها في بالك طول الوقت. يا ترى لو كانت عايشه كنت هعمل ايه؟ يا ترى لو مش عارف ايه كنت هعمل ايه؟ فكنت بقول لكم على مقال الكواكب دوت، فلقيت ردود فعل كتيره جدا جدا. وبعدين وانا بقرا حاجات كتيره، او انا ده انا واحد ضمن ملايين كتبوا عن عظمه الامهات، كتبوا حاجات حلوه جدا 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 عن عظمة الأمهات. فأرجوك
خلوا الفيسبوك يشتعل النهارده وبكره وبعده وبعده، حكايات عن بطولات الامهات، عن مواقف الامهات، عن رعايه الامهات. خلوا التواصل كله يشتعل بدل حكايات كتير ملهاش لازمه. احكوا الام تحتفل بيها في 21 مارس وفي 32 فبراير وفي 84 سبتمبر، احتفل بيها في كل وقت، لانه ثق صاحب تجربه انه لما بتغيب بتغيب حاجات كتير قوي حلوه. يعني انا عايز اقول لكم حكايه سريعه كده، انا كنت اتكلمتكم فيها عنها قبل كده، بس حكايه ام لفتت نظري عشان تشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كيف ينتصر لابن يرعى امه. في حكايه قديمه سمعناها زمان عن أويس القرني، وانا كنت حكيتها في اكتر من مناسبه، احب احكيها تاني للي ما يعرفهاش. أويس القرني ده راجل في اليمن سمع عن الاسلام واسلم، بس كان عايز يروح يشوف سيدنا محمد واسلم قدامه يعني على ايده. لكن سيدنا النبي قال لعمر بن الخطاب ياتيكم، او كما قال عليه الصلاه والسلام يعني هيجي لكم واحد من اليمن اسمه أويس القرني، دعه يدعو لك يا عمر، لما تشوفه خليه يدعي لك. بدا سيدنا عمر بعد يعني ان غادر النبي للرفيق الاعلى، بدا سيدنا عمر كل ما يجي وفد من اليمن يقول افيكم أويس القرني؟ يقولوا لا لا، لغايه ما ايه مره سال افيكم أويس؟ قال نعم هو ده أويس. جاله فقال له انت أويس القرني؟ قال له ايوه. قال له عندك مرض برص وراح فضل منه حجم درهم؟ فقال له ايوه اهو في جسمه. قال له عندك ام عينه؟ قال له ايوه. فقال له ادعو لي. قال له انا ادعي لك انت؟ ده انت امير، ده انت عمر بن الخطاب. قال له هكذا قال لي الرسول عليه الصلاه والسلام. قال له هيجي لك واحد من اليمن يدعي لك، انت ايه حكايتك؟ فقال له انا اصل امي كانت عيانه وكنت عايز اجي اشوف النبي، كل ما اجي اهم اشوفه عدة السفر الجمل وشويه الاكل، امي تتعب اقعد جنبها لغايه ما امه ماتت. فالنبي قال على أويس ده اذا اقسم على الله لابره، ده اللي مكتوب في الكتب. يعني الراجل ده دعوته مستجابه 100%. عشان كده قال له، قال سيدنا النبي قال لعمر بن الخطاب لما تشوفه خليه يدعي لك. بس مش لانه اسلم، لانه فضل قاعد مع امه العيانه يخدمها. فالنبي جاله بقى حد يعني من السماء خبر ان الراجل ده لمجرد انه قاعد جنب امه يرعاها كده هو مستجاب الدعوه. الحكايه ليها تفاصيل كتير بعد كده، لكن مش هي دي القضيه. القضيه الفكره ايه؟ ان النبي قال لعمر بن الخطاب الفاروق انت محتاج دعوه من الرجل ده وانت هتشوفه، ولما تشوفه خليه يدعي لك. يعني ممكن حد يقول لك يعني هو سيدنا عمر ما كان محتاج دعوه من أويس؟ لا، مش دي القضيه. القضيه في الفكره انه النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا الحكايات دي لتعلمنا، لان احنا نفهم قد ايه الله سبحانه وتعالى قدر هذا الادب من الابن ام، فخلى الراجل ده مستجاب الدعوه عشان لما تيجي تسال مين ممكن يبقى مستجاب الدعوه؟ امك لما ترضى عنك تبقى انت مستجاب الدعوه. ادي الحكايه بمنتهى البساطه، هذه هي القصه. مش انت اللي مستجاب الدعوه، امك رضيت عنك فتبقى مستجاب الدعوه.